قناة دينك نجاتك للتصاميم الدعوية تقدم لكم هذه المادة. الذين ينطلقون من منطلقات خبيثة. وأما الشيخ ربيع وأنه أشغلنا بالردود، فالشيخ ربيع رد على ماذا؟ هل رد على أشياء ميتة لا نحتاجها؟ أو رد على أشياء يحلفها الناس ليل نهار يحفظونها تحفيظا، تترك كتب السلف وأقوال كالذهب لتعلم كتب هؤلاء، ثم عندما يأتي ناصح يبين ما فيها من الأذى والقذى والقدر الذي لو سلم كل منصف من الهوى لما قال إلا ما قاله الشيخ ربيع، يأتي أقوام يقولون أشغلنا بالردود. انظر يا أخي إلى هذه الردود، هل ما فيها حق أو ما فيها باطل؟ هذا الشأن. والله كم من غافل تبين له بهذه الردود الشيء الكثير، ولكن بعض الناس يردهم الهوى، لأن الشيخ ربيع هو الذي قال لا يريدون أن يقولوا بهذا القول. وإني لأعجب من أناس يدعون الغيرة على سيد قطب وليس في قلوبهم غيرة على عثمان رضي الله عنه وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إنها ليست بغيرة شرعية، لكنها غيرة حزبية عصبية قبلية. فالواجب علينا يا إخوة أن لا ننساق وراء كل ناعق، وكلام أهل البدع في أهل السنة يملأ مجلدات. وأما النصيحة فقد نصح الشيخ وأبلغ، والنصيحة يا إخوة عموما هي طلب العلم بالحق ومن أهله، أن تطلب العلم الشرعي النافع، فليس كل علم يعلم ممدوحا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير. ما قال لا يصلون على معلم الناس، سكت. الخير، والخير هو ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمه السلف الصالح رضوان الله عليه. فالوصية أن نحرص على هذا العلم وأن نطلبه من أهله الذين عرفوا بالخير وعرفوا بالسنة، ونجتمع عليه. وأوصي الإخوة في ينبع هنا بالاجتماع على الدروس، أقيموا درسا يا إخوة ولو أن تقرأوا في كتاب. جزا الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.